النهارده انا مبسوط قوي قوي ان انا هعمل الفيديو ده. عارفين ليه؟ عشان النهارده اول مره هعمل مقلب. المقلب يعني فاكرين لما اشرقت واخوها عمل فيها مقلب قبل كده؟ انا ما كنتش بعمل فيه مقلب خالص، بس النهارده في مقلب. مش عارف انا هعمله في مين بالظبط، بس هعمله. لو انتوا ما كنتوش دايسين على زرار احمر تحت الفيديو، انا اخيرا عرفت اسمه سبسكرايب. غير ما غلطتش فيه دوس عليه. بعد ما تدوس عليه جنبه في جرس، تدوس بقى على الجرس ده وتابع الشغل على ايوه، لا انا حافظت اسمه تاني، على الانستجرام اهو، هتلاقوا اسمها هنا. وكل سنه طيبين، عشان رمضان خلاص بيخلص والعيد خلاص جاي، والنهارده هتكون اخر حلقه من البرنامج بتاعي. خليكم للنهايه. انا حاليا في بيت اشرقت، يعني اللي مش عارف. المهم ان انا طلعت في الصاله علشان بقى اشوف المقلب احمله ازاي. قعدت افكر فكرات الفتح المفروض تعمله يعني عشان تخوفهم. جبت صوت صواريخ من موبايل اشرقت، خدت موبايل اشرقت منه يوم اتخطر. جبت اجيب فيه صوت صواريخ هتسليها فتح. انت ازاي بتعرف تتعامل مع الموبايل؟ بس انا باخد الموبايل من غير ما هي تاخد بالها وبقعد العب فيه، فهي ما بتعرفش. شطلاش. جبت الشمعة دي. لقيتها الشمعة كده بتعمل صواريخ او زي صواريخ كده، معرفش هي بتبقى بتاعت عيد ميلادهم. برضه سرقتها من عندهم من هنا في البيت. ودي صابونة سرقتها برضه من عندهم في البيت. انا اخترت الصابونة عشان اثبت عليها الشمعة، عشان دي اكتر حاجة انا بحبها وانتوا عارفين بحب الشمعة اوي. مش موضوع ده بس خدها انا بقى ايه، هقوم مولعها واقوم مشغل ده على الموبايل واروح انا ورا حلو كده. هروح انا ورا الكنبه دي وراها واستخبى واشوف اول واحد يجي فيهم مين عشان يتخض. بس يلا بينا. شغال فين؟
القشقشه دي. ابنك بيحاول يعمل مقلب. لا طالما ابني اعمل يا حبيبي باللي انت عايز. ايه ده يا فتحي؟ تحاول تعمل فيا مقلب يا فتحي؟ ما تحاولش وما تفكرش تعمل مقلب مره تانيه. ولا تمسك موبايلي، عشان لو مسكت موبايلي تاني انت بص مش هتعرف انا اعمل فيك ايه، فاهم؟ مقلب باظ باظ. انا اول مقلب في حياتي يبوظ؟ ينفع كده؟ انا لازم اعمل مقلب تاني. ليه؟ اه انفع. الطريق ما بين الاوضه للمطبخ مش كده؟
انت محسسني ان انت جاي من اخر البلاد. ثانية واحدة، انت جبتها من المطبخ صح؟ المطبخ ده المطبخ بتاعنا. حسسني يعني ان انت اشتريتها مثلا، انت ما اشتريتهاش على فكرة. وبعدين ثانية واحدة، كان في اتنين، واحدة ليا واحدة لاخويا. ما انا اكلت بتاعت اخوكي وكلت نص بتاعتك. انا مستاهلش اي حاجة. انا اسف، ما كانش قصدي، ما كنتش عارف ان انت بتحبيها قوي للدرجه دي، ما كنتش عارف ان انا المقلب ده هيضايق. اتمنى تسامحيني. انا مسامحاك، انا اسفه ان انا زعقت لك، بس ابرار بالنسبه لي مش مجرد قطه. ابرار بالنسبه لي حاجه كبيره قوي في حياتي. فتحي اسمع، انا ما عنديش اخ اصغر مني. يمكن عندي اخ بس مش اصغر مني. دايما كان نفسي في اخ اصغر مني، وانا بعتبرك انت اخوي الصغير. صحيح انت غتت ورخم. بس طيب قوي وعلى نياتك وقلبك ابيض قوي. بصراحة أنا مش بطيء مامتك ولا أختك. ساعات كتير قوي بتضايق إن أنت من العيلة دي، بس أنا بحسك إن أنت مختلف عنهم في حاجات كتير. صافي من جوه، مش زيهم. قلبك أبيض مضحك، مش أنا مجدة. انا رغم ان انا عندي اخت اكبر مني وكل حاجة، بس مش زيك، مش ذكية، مش مضحكة. بقى مش طيب زيك. انا كل اللي انا بعمله معاكي ده علشان كان نفسي بس احس ان انا عندي اخت زيك. بجد كان نفسي اكون عندي اخت زيك. بديك بقى عندك اخت اكبر منك. فتحي تفتكر ليه انا سمحت لك ان انت تعمل البرنامج بتاعك ده في رمضان في قناتي؟ انا على فكره مش بسمح لاي حد وخلاص يعني، بس عشان انا فعلا بحبك زي اخويا الصغير، وبعتبرك فعلا زي اخويا الصغير. بعتبرك من العيله دي. والناس حبوك جدا جدا عشان خفة دمك وطبتك وسذاجتك. أنا
معنى كده ان انت هتطلعيني معاكي في الفيديوهات تاني؟ شكرا على الشوكولاتة. شكرا لكم جدا على مشاهدتكم للفيديوهات على مدار رمضان. شكرا على اعجابكم وتشجيعكم ليا والبرنامج بتاعي. بجد مبسوط من الدعم ده ومبسوط ان البرنامج عجبكم وان انا عجبتكم. النهاردة كانت اخر حلقة من البرنامج. اتمنى بس اكون ان انا يدوبك رسمت ابتسامة بس على وشكم في الفترة اللي فاتت دي. انا استمتعت جدا بالتصوير الفيديوهات دي جدا. انا عايزة اشكر عشرة ان هي ادتني الفرصة دي وعايزة اتأسف لها على المقلب. عايزة اقول لها انها بحبها قوي زي اختي اكتر من اختي فتحية. اتمنى تكونوا عملتوا شير تعلمتها دي ليه مشاركة يعني للفيديوهات بتاعتي مع كل صحابكم وقرايبكم عشان يتفرجوا عليا. ولو ما عملتوش على فكره لسه قدامكم فرصه. اشرفة قالت ان هي هتحط الفيديوهات دي في حاجه كده اسمها قائمه تشغيل. في حرف واي هنا أو هنا هيظهر لكم هو في القائمه دي عشان تعملوا لها مشاركه لكل الناس اللي انت تعرفها. انا حابب اشكر كل الناس اللي طلعت معايا على مدار الفيديوهات. خليني اقول اساميهم دلوقتي. اشرفت احمد، فتحية اختي، اخو اشرفت اسر، مامتي ام فتحي. وحابب اشكر شكر خاص لماما اشرفت ان هي كانت بتسمح لي اجي عندهم هنا البيت عشان اصور الفيديوهات دي. واخر حاجة انا فتحي. أتمنى يكون العيد اللي جاي ده عيد سعيد عليكم. أنا بحبكم جدا جدا. مع السلامة.